السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في الدي وجيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم راح تجابوا هادو تخصين تاع المنظمات اللي عنده هكا الاطفال الرضع، هكا كتعلقوها حدا السرير ديالهم حدا ذيك الكومود اللي فيها البلاصه نتاع هكا البيمباس، هذا اللي كنمسحوا بهم، تحطوا فيه اللوازم هنايا. صراحه طريقه زوينه، فيه اما هذا اللون، كاين هادو حتى الشكل مختلف بحال هذا، شوفوا كيجي الاختلافات حتى في الشكل. نشوف واش كاين ثاني شي اشكال اخرى. فيهم جوج اشكال اللي الثمن ديالهم مع الاسف ما كاينش هنايا. وجابوا حتى هاد الاغلفه نتاع الافريشن نتاع السرير نتاع الاطفال اللي فيهم لوتيم تاع هالي بوتر. الوسادة فيها 80 على 80، الغلاف فيه 135 على 200 سنتيم. كاين هاد الشكل، كاين هذا، وحتى هاد اللون كيفاش كيجي. الثمن ديالهم 17 أورو 99. ايوا شوفوا يا البنات شنو جابوا. جابوا هاد اللوازم اللي كتحطوا عليهم هكا الطبسيل للاطفال، فيهم 3 في الباكية. كاين هاد الرسوم، كاين هذا فيهم رسوم تاع ديزني الشكل. وجابوا هادو بوكس نتاع هكا الاطفال الحضانه والمدرسه. غادي نفتحو نشوف كيفاش داير لداخل. هاد الشيء مسدود منه. المهم بوكس عادي فيه هاد الرسوم، كاين هذا، وجابوا القراعي نتاع الماء، كاينين هادو نتاع البنات. هم حتى هاد اللون وهذا لي الثمن ديالهم 4 أورو و99. وجابوا حتى هاد الاغطيه تاع الطاولات، الوان رائعين. كاينين هادو اللي كيجيو دائرين فيهم 40 سنتيم في الدوره، اولا هادو اللي كيجيو مستطيلين اللي فيهم 130 على 170 سنتيم. صراحه عجبوني الالوان، الوان زوينين بزاف لثمن ديالهم 9 أورو 99. وجابوا هادو، شوفوا قلت لكم هاد الشيء مرون، فيه طاسه مع ملعقه وفرشيط نتاع بلاستيك هكا الوليدات الصغيورين يلاه كيبداو ياكلوا. طريقه زوينه اللي داروا ليهم، وفيهم حتى الاشكال مختلفه. هاد الشيء مرون هنايا، كاين هذا كيبان لي بحال كاين شي اشكال. شوفوا كاينه تبصيل اللي كتجي مقسومه هكا الاطفال اللي كيبداو ياكلوا تبصيل. نشوف واش غادي نلقى شي حاجه اخرى. لا كاين تبصيل، وكاين طاسه مع الملعقه والفرشيط اللي الثمن ديالهم 7 أورو 99. واما في الملابس جابوا هادو ست، هادو نتاع الخروج ماشي بيجامات نتاع الاطفال، فيه شورت مع تي شورت. كاين اما هاد اللون او لا هذا، وفيهم الوان حتى البنات، كاينه هادي وكاينه هادي للثمن ديالهم 7 أورو 99. ودخلوا حتى هاد السيت، هادو نتاع الاطفال الرضع اللي فيه سروال مع تريكو عنده اليدين. كاين هاد اللون تاع البنات، كاين هذا نتاع الوليدات باللون الازرق، كاين هاد اللون كيصلح لجوج، داروه جوج يعني كيصلح البنات كيصلح الوليدات، الثمن ديالو 4 أورو 99. وكاينين هاد البيجامات نتاع الأطفال، هادو عندهم اليدين هكا الفصل الخريف، في هاد اللون تاع البنات، كاين هادا نتاع الوليدات فيهم إما هاد اللون أو لا هادا، وحتى نتاع البنات فيهم ألوان مختلفة، فيهم حتى هاد الغوص، الثمن ديالهم 5 أورو و99. وكاينين هادو لي كانسات، فيهم جوج في الباكية نتاع البنات. فيهم اما هاد اللون او لا هذا، وكاين حتى هاد ثلاثة نتاع الالوان، حتى هما ب 5 أورو 99. وجابوا حتى هاد الاحذية نتاع الاطفال، كاين هذا نتاع الوليدات، كاين هذا نتاع البنات لثمن ديالهم 9 أورو 99. وجابوا حتى هاد الاحذية نتاع بلاستيك هكا البحار ولا بيسين، فيهم هاد اللون، كاين حتى هذا وهادو. صراحه الاثمنه اللي داروا ليهم جد مناسبه، كاين هذا اللون وحتى هذا اللون.
شوفوا البنات غير اورو و 49. وجابوا حتى هادو بيجامات نتاعنا، هادشي مخلط. لاحظت هادي حيت مخلط هادشي، حيت هادشي على ما اظن كانوا جابوه في الاسبوع اللي فات، داكشي علاش بقات هنايا غير وحده، حيت هاد الثمن ماشي نتاع هادي. ودخلوا حتى هاد البيها نتاع النساء تاع هاد الماركه، في هاد اللون، كاين اللون الازرق، الثمن ديالهم 12 أورو 99. وكاينين حتى السليب كيتباع بوحدو اللي فيهم جوج فكاكيه، هادو ب 11 أورو 99. ولاحظ جابوا بزاف هكا القصص نتاع الاطفال هادو، وفيهم بزاف نتاع لوتان نتاع القصص، 3 أورو 59. اما هادو بوزل، العشاق نتاع بوزل نتاع هادو نتاع الاطفال، كاين هاد الشكل كاين هذا، 3 أورو 99. ودخلوا حتى هاد الضفاطر، هادو نتاع التلوين، كيجي فيهم مع هاد القلم، غير كيبقاو كيلونوا كيطلع لهم داك الشكل اللي فيه لداخل، داروا لي هذا 4 أورو 99. وكاينين هادو حتى هادو كانوا جابوهم اكسيو على ما اظن، كنت صورتها لكم، هاد نتاع ليغو نتاع التركاب على شكل اريدت غادي يركبوها نفس الاشكال اللي جابوا، كاينين هادو بهذا الشكل، الثمن ديالهم 9 أورو 99. وجابوا هادو المناديل اللي كنمسحوا بهم الدار، كل لون لمن كيصلح، بحال الاخضر الكوزينه، هذا نتاع الباط، كاين هذا اللي كيصلح هكا للجاج بحال السراجب، الثمن ديالو ب2 أورو 99. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا الدي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.